السلام عليكم. أرخص كريم للحروق موجود حاليا في السوق المصري للأدوية. في ناس كتير جدا ما بيقدروش يشتروا الأدوية الغالية بسبب الحالة المادية، بسبب الظروف الاقتصادية اللي الناس فيها. فدايما الناس بتدور على البديل الأرخص أو المثيل الأرخص، ويكون بيدي نفس التأثير ونفس الفاعلية. طبعا الأدوية اللي هي الغالية جدا ممكن تكون بتجيب نتيجة أسرع شوية، أسرع في المدة، ولكن في أدوية تانية مثيلة ليها فيها نفس المادة الفعالة، اللي بيفرق بس المدة. يعني دي لو مثلا جابت نتيجة في 4 أيام 5 أيام، ممكن التانية تبقى أطول في المدة شوية ولكن بتجيب نفس النتيجة. فعلشان برضو الناس اللي الحالة المادية عندها مش تمام قوي، فيقدروا برضو يجيبوا اي كريم للحروق. الكريم اللي هقول لحضراتكم عليه النهارده اسمه سلفرجين كريم. سلفرجين كريم انتاج شركة النيل، انتاج شركة النيل، وسعره 4 جنيه 75 قرش، 5 جنيه الا ربع. طبعا مقارنة بالادوية التانية او الكريمات التانية، لو قلنا مثلا سيلفر بيرن كريم بتاع شركة المهن ب 11 جنيه، بيرنا سورز كريم ب 19 جنيه وريال، ميبو مرهم ب 33 جنيه، نولا فير كريم ب 38 جنيه، بنتا بيرن كريم 19 جنيه. فطبعا سلفر جين مقارنة بيهم سعره زهيد جدا ورخيص جدا ب 5 جنيه الا ربع فقط، علشان لو حد حالته المادية مش تمام يقدر يجيبه ويحطه على الحرق، وهو على فكرة فعال جدا جدا. سلفرجين كريم بيتحط على الحرق طبعا لجميع انواع الحروق، الحرق من الدرجة الاولى والتانية والتالتة. بيتنضف الحرق كويس بمية بمحلول ملح، بعد كده بتدين، وبعد كده بتحط الكريم عليه ويتحط عليه شاش فازلين ويتلف، ممكن مرة واحدة في اليوم أو مرتين في اليوم على حسب شدة الحرق. دي كانت معلومة بسيطة، أتمنى تكونوا استفدتوا منها، ويا ريت تدعمونا بلايك واشتراك في القناة علشان يوصلوا كل جديد. شكرا لكم وإلى اللقاء.